ملعب الجيبس اليوم سامي هليل في حراسة المرمى، محمد أمين النبزي، أيمن بن محمود، أكرم بن ساسي، حسام الحاج مبروك، منذر الجاسمي، موزيس إيركوما، خالد الغرس اللاوي، خالد خلدون منصور، ديكو شاولي، وإيزاكا أبودو. بالنسبة للتشكيل الاحتياطية بالنسبة للفريق الملعب الجيبسي، ثم مالك الملوم، باسم رحومة، عصام العودي، علاء الدين قمش، أحمد ميدا، وخليل البدبي، والمدرب هو محمد الكوكي. شكرا لك مراد، شكرا لكل المشاهدين على القناة الوطنية الأولى في لقاء أكثر من روعة، لقاء متعة، لقاء القمة في ديربي مدينة جابس بين المستقبل الذي بجابس ضد الملعب الجابسي جليزة وستايدا اليوم في مباراة مهمة جدا للفريقين، مباراة بامتياز من فئة 6 نقاط باعتبار الفرق في الترتيب العام حاليا هو 3 نقاط فقط، 22 بالنسبة للجليزة، 19 بالنسبة للملعب الجابسي. الأجواء ممتعة ورائعة والصورة تغني عن كل تعليق في الحقيقة، الجماهير الحاضرة بالدخلة المعتادة في الحقيقة في كل الدربيات السابقة والماضية، وتأكد اليوم مع ديربي جابس، مع ديربي جابس، ديربي الإياب اليوم، ديربي الإياب، هل يكون لجليزة أو يكون لستايدا رأيا آخر في مباراة وحوار وتنافس اليوم؟ هيك تقريبا مقدمة مقابلة المتعة نجم نقول، إن شاء الله تنسينا في مباريات سابقة ما شفناش فيها فرجة على الميدان وشوفنا فيها فرجة نجم نقولوا بمشاهد مش ولا بد على مستوى المدارج، إن شاء الله اليوم نشوفوا والفرجة هذه في المدارج وزيدة على مستوى الميدان. نعطيكم تشكيلة الفريق الضيف اليوم والمستقبل والفريق المحلي بالنسبة اللي يستضيف اليوم فريق مستقبل جابس بالتشكيلة الأساسية. نجم نقولوا اليوم الحارس الدولي علي العياري بما أنه موجود في قائمة الحارس باعتبار قربه من مؤخرة فرق مؤخرة الترتيب وكذلك فريق مستقبل جابس للتأكيد والابتعاد أكثر من لزياد الشاوش، خطيرة تمشي التوزيع والحارس موجود، الحارس سامي هليك كان موجود. ترجي سابقا محمد أمين النفزي هو اللي باش ينفذ الركنية بالفعل. شوفوا الصورة واضحة، الحوارات البدنية بين صدام بن عزيزة ولاعبين المحور وأكرم بساسي، وهذه كرة، كرة الزكاة بودو، ولكن مرت، مرت الكرة ومرت العملية من المهاجم إيزاكا بودو. بلجيبسي يعطي الحكم إشارة التنفيذ، هاي أمامكم الحوارات الثنائية داخل منطقة الجزاء، والحكم يعطي إشارة تنفيذ، ينفذ الكرة سهلة في يد الحارس المرمى علي العياري. أكرم بن تكون ربما بطريقة ربما ما هيش قوية على حكم الحاجي، هدف ممتاز جدا للمستقبل ديربي جيبس، هدف ممتاز جدا، عنده وقع على المستوى النفسي كبير برشا، مش يخلي هذاك عليه ربما مش شوفه شوط ثاني من اعلى طراز من كلا الفريقين في الحقيقه. في البونتو جاء حافظ وقت زليزة كانت تمر بالمومون فابل نتاعها، تراجعوا شويه نسبيا امام صعود كبير ياسر الملعب الجابسي. جميله برشا، اعطاها بها الافضليه والاسبقيه المستقبل جابس اللي كانت له الافضليه منذ بدايه المقابله حافظ للامانه. بالفعل اذا ثم ورقه حمراء، لاحظنا ورقه حمراء في وجه شكون رفعها حكم المباراه هيثم القصعي، ورقه حمراء بعد قليل تثبت من في شكون وجه شكون رفع الورقه الحمراء، حكم المباراه هيثم القصعي. صوره امامكم، صوره امامكم، هاي الصوره، هذا يبدو فما اقصاء زاد من واحد من الملاعبيه الموجود في بنك البدلاء. علي العياري كان موجود في المكان المناسب ويفسخ هدف التعادل لفريق الملعب الجيبسي، اكيد تنثبت في الاعاده، هاي امامكم الاعاده، الكره والتوزيع، اعتقد اكرم بن ساسي انزل للمعارضه يسدد والحكم، وفي هذه الاونه بالضبط يعلن حكم المباراه هيثم القصعي نهايه مباراه مستقبل جيبس والملعب الجيبسي بانتصار مستقبل جيبس هدف مقابل صفر.